Merci. مزيان. دوار ولاد عبد الله. دوزي بعد بدلي هذا باش نبداو ان شاء الله. صبي بالانترنت راه ضعيف هنا. مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من دوار ولاد عبد الله، جماعة الحد ولاد فرج، إقليم الجديدة. مشاهدي قناة شوف تي في، جينا باش نسلطوا الضوء على هذا الدوار، نسلطوا الضوء على المعاناة ديال هذا الدوار، نسلطوا الضوء على الطرقات ديال هذا الدوار. صراحة هذا الدوار كيعاني بزاف الحوايج، أهم حاجة اللي كيعاني منها هي الطرقات. طرقات يعني مكرفسه صراحه. تيقوا بيا مشاهدي قناه شوف تي في، جينا باش نسلطوا الضوء على الدوار وجينا بالسيارات ديالنا. صراحه كلنا تكرفسنا، كلنا عانينا، وحنا كنعانيو معاهم وحنا غير مؤقتين وغادي نمشيو، ولكن فما بالك هاد الناس اللي 24 ساعه على 24 ساعه وما كيسكنوا في هاد الدوار، يعني الحياه ديالهم كاملين هما كيعيشوا في هاد الدوار. صراحه الطرقات كلها مكرفسه. خير دليل على ذلك مشاهده قناه شوف تي في، الطريق هذه اللي على حسب الكلام ديالهم كيقول لك انها تقريبا واحد الميزانيه ديالها اللي خاسره ليها، اللي مخسورة عليها، يعني 700 مليون تقريبا. 700 مليون كيف ما كنشوفوا. دور لهنا طريق جايه من تماك، شفتوا جايه، كيقول لك ان الطريق القادوس ديالها مكرفس، يعني ماشي القادوس معايير ديال معايير مزيانه، يعني البياضه مكرفسه، يعني الغيس، يعني الطرقات كتعاني. وخير دليل على ذلك، عفاكم حيدوا بلاتي نصوروا هذه كيف ما كنشوفوا، يعني الطريق وصلت حتى لهذا المكان ووقفات. هذه الطريق كدير لها الدوار، كدير المسجد، كدير مجموعه من المنازل اللي كيسكنوا فيها الناس، هذا المسجد اللي كيصلوا فيه صلاه الجمعه، يعني كيف ما كنشوفوا وانتم معنا على المباشر من خلال هذا البث المباشر، يعني الضايات ديال الماء. وحنا يلاه مقبلين على فصل الشتاء، وحنا باقي غادي البلاد مازال غتشهد امطار الخير ان شاء الله. فالناس كيعانيوا صراحه، الناس مكرفسين، لا في الملابس ديالهم، لا في حوايجهم، لا في الطرقات ديالهم، لا في السيارات ديالهم، لا في الدواب ديالهم. يعني مشاهده قناه شوف تي في، الناس مكرفسه. حنا جينا باش نسلطوا الضوء على هاد الناس ونعطيهم الميكرو باش يزيدوا يشرحوا لنا ويقربونا من المعاناه ديالهم. معنا واحد من الساكنه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو ممكن تقول لنا؟ رضوان الفقري. انا من السكان ديال الدوار ولاد عبد الله، جامعه ولاد فرج، اقليم جديده. هاد الطريق كنتسناو فيها هذه سنين، فرحانين بها على الطريق هذا تجي، ومخسور عليها من الجامعه ميزانيه كثيره ماشي سهله باش توصل تقريبا 700 مليون اللي واصله. واليوم بعد ذلك كنشوفوا الخدمه ما مخدوماش كيف ما هي، لا في العبار ديال الطريق، لا في التراب ديالها باش مخدومه، المهندس ديالها اللي هو كان بيريوتيد الاول توقف على اساس باش يجيبوا واحد اخر اللي بغاو هما، لا مسؤولين كيجيو يشوفوا، لا حتى شي حاجه. والغريب في الامر هو كينوضوا الناس كيحبسوها. هاد الطريق كما كتشوف فيها هي من جيه من القدرون، هذه خارج القدرون وجيه طالعه للدوار هنا ديريكت. المسجد ها هو كاين، المسجد ها هو كاين، في كاين هو شد عليه الله يجازيك بخير، كاين هنا الفوق اللي غتجي تصلي فيه الناس ان شاء الله، كنتمنوا غتكون فيه الجامعه. والدوار كاين والناس كيجيو يتعرضوا ليها. السيد ها هو تتعرض لها، راه معروف بالاسم ديالو، عندهم راه كلشي عارفينو، ديجا درنا به شكايه، ديجا هضرنا، ما عرفناش شكون اللي مورا هاد السيد وشكون اللي حبسنا. علاش حبس الطريق؟ حبس الطريق، قال لك ما تدوش يعني طريق من هنا. هذه مصلحه عامه، مصلحه عامه، ولاد راجل كبير كيتوفى غير شي واحد كتكرفس الناس باش تعزي. الا توفى غير واحد الانسان، واحد الانسان في هاد الدوار هذا، كيتكرفسوا الناس اللي تيجيو غير العزو كيتكرفسوا. السيد كان كيترشح سنين، هذه من 2009 ما بقاش كينجح، ما بغاوش الناس تكرفس علينا. التكرفسه الاولى تعرض لنا المسجد، هو الاول فرق الناس ما خلاش تطلع كاع الطريق، تمشي ديريكت الطريق، ما تمشيش هنا الطريق، تبقى غاديه ديريكت، ما تمشيش، ما تطلعش من هنا. وهو ولا هو اللي حاكم على هاد الدوار ومكرفس عليه سنين هذه واعوام، هو مكرفس على هاد الناس. والمسؤولين وصلنا لهم الميساج وعارفينه وفي اخبارهم، ومع ذلك حتى شي واحد
حتى شي واحد ما تكلم، حتى شي واحد ما هضر، حتى شي واحد ما تحرك. جاو عنده الناس، جاو عنده محسن الله يجازيهم بخير، هضروا معاه، طلبوه بالخاطر وما بغاش. كيقول لك الطريق انا نموت عليه وما تدوش هنا. علاش؟ لا ضد في الدوار ما تدوش لي، حيت ما صوتوش عليه، حيت ما صوتوش عليه لك راه السنين هذه. باش ما صوتوش عليه، راه من 2009 ما نجحش، و2016 ولا 2015 فاش داز الانتخابات اخرى وما نجحش. هذه المره الاخرى كاع ما ناضش كاع ما... وهو كيتكرفس على هذه السكينه كلها، حابس جوج ديال الطرقان، حابس هذه وحابس هنا الاخرى، جا دار فيها السطير ديالو والحجر ديالو. ما كتدخل عندك لا كاميو لا لومبيلانس، طوموبيله صغيره، باش تصور لنا الطريق. طوموبيله صغيره وكتدخل مكرفسه، طوموبيله صغيره وكتدخل وهي مكرفسه، حتى كتشوف في الطريق، كتشوف المعاناه. الشتاء يلاه بدات، حنا يلاه على فصل الشتاء، يلاه بدات الشتاء، حتى كتشوف في الطريق في الحالات ديالها. عندنا وحنا اليوم كنحملوا مسؤوليه للسيد القائد والسيد رئيس الجماعه والمسؤولين كلهم. حنا كل هاد الناس اللي كتشوف فيهم عندهم الارض ديالهم على الطريق، الا ما كملاتش الطريق كيف ما هي وصلت للبلايص اللي بغات في نديزه الدراسه، كنا غنوضوا نحبسوا الطريق على قد الاراضي ديالنا، ومن حقنا غنحبسوا. الا كان هذا عنده حق حنا عندنا حق، ما عندوش ما عندناش الحق نحبسوا الطريق، حتى هو ما عندوش حق يحبس الطريق. باش غينوض واحد من واحد الساكنه اللي هي معطيه فيها 700 مليون ديال اللي معطيه فيها، وينوض واحد يحبسها واحد الانسان باش من حق واش من صفه، شكون اللي موراه ما عرفناش. على الاقل على الاقل ان كنشوفوا ان مصلحه اللي مصلحه عامه، يعني مراه غتولد، يعني النقل المدرسي، يعني السيارات ديالكم، يعني حتى هي السياره حتى هي غدوز، حتى ديالو حتى هي غدوز من الطريق. يعني حتى مرتو ولا شي واحد من العائله ديالو راه غادي مرات، حتى هو سياره الاسعاف راه غدوز. يعني هذا خسر، هو عنده افكار كيقول لك انا ما عنديش السياره وما باغيش ندير السياره، ما تدوزوش وما تدوش الطريق وما تطلعش هنا. والغالي في الامر ما غدي ليه حتى شي حاجه، قالوا لي الناس غدوز الطريق ما غتوشيش لك الارض ديالك كيف ما هي كتشوف فيها. الا عنده شي خسائر هي كتبان هنا، ها هي داز الطريق ما عنده لا خسائر لا والو، حتى هنا ما عنده لا خسائر لا والو. كيدير لنا التعرض ووصلنا شكايات وشكينا وهضرنا، حتى شي واحد ما تيجاوبنا. وحتى من السيد ديال اللي مكلفه الشركه الطريق كيصايب، هو كيجي عند الناس كيقول لهم راه من حقكم تحبسوا، غير كيهضر مع شي واحد كيهز الماتيريال ديالو وكيمشي بلا ما يسولو اش من سيفا انت، وعطينا الوراق ديال الارض ديالك نهائيا، نعطيو غير على الاقل الوراق ديال الارض ديالهم نعرفوا بلي هاد الناس حابسين الطريق. يقدر يجي دابا ملي شافوا الناس حوك، يقدر يجي واحد كاع براني ويقول ليه ما تدوش وما غيدوش. هو اللي لقينا المسؤولين ما كاينينش اللي كيتابعوا الطريق، والشركه ضحكات على الناس، ضحكات على الجماعه، او الجماعه ما دايرش الخدمه ديالها. هذا هو باش كنطالبوا من المسؤولين يخرجوا ينتبهوا لهاد الدواوير ويشوفوا هاد المشكل اللي عندنا يحلوه معنا. من غير هاد المشكل من غير هاد الجماعه تحمل المسؤوليه ديالها، الا مشات تخلصت هاد السيده ولا هاد السيد اللي شاد هاد الطريق، راه حنا ما غاديش تحدنا هنا. عندنا شي كاين باقي ما كملناش، ما كملوش الطريق. الا خلصت كتحمل المسؤوليه ديال الجماعه. هذا هو من غير المشكل ديال هاد السيد هذا، شنو المشاكل الاخرى اللي عندكم؟ سمعت ان عندكم حتى الطريق فيها 6 متر، الطريق فيها 6 متر، الطريق فيها 6 متر، عندنا هنا 3 متر ونص حتى 4 متر، عندنا 6 متر فيها 5 غتكون طريق 50 سنتيم في 50 سنتيم غادي تكون فين كيمشي الماء، ما كاين لا فين يمشي الماء، لا 5 متر ديال العبار، لا خدمه ديالها مقاده. والتراب راه ما دايرش التراب، ما دايرش التراب، ها انت غتشوف الناس. ها السيد غادي يقول لي معنا كذلك واحد فاعل جمعوي من المنطقه اللي غادي يزيد يقربنا ويزيد يوضح لنا ويشرح لنا شنو واقع. السلام عليكم، انا السيد بوطيب حسن، رئيس جمعيه التنميه القرويه ديال ولاد فريك، منطقه ولاد فرج، اقليم الجديده. حنا كنطالبوا من رئيس الجماعه اللي هو السيد عثمان طرمونيه بان هذا المشروع يراقبوا لنا التقنيين ديال ولاد فرج، لان الطريق اللي هي طوال 6 متر ودايرين غير 3 متر، ودوك القوادس اللي هما كيدوا الماء ما داروهمش لينا، والقوادس اللي داروهم في الارض داروا غير واحد ما داروش جوج، والسيده اللي شاده هي هاد الطريق هذه ما كملتش الخدمه ديالها. دابا كتشوفوا الطريق بانها موقفه، وحنا كنعاني واحد المعاناه اللي هي ماساويه اكثر من الناس اللي في الجبل. احنا دابا الناس ديال الداخل ولا كنعانوا اكثر من حتى البنيات ديال المدرسه ديالنا، كنوضوا مع الفجر وكنديوهم وما كان، واضطرينا بعض الناس اللي هما ما عندهم علاش يديهم لا كراه ولا والو، خرجوا بنياتهم من الهضره المدرسي. الدوله كتقول لك باغا تحارب الهضره المدرسي، وهاد الناس ديال جماعه ولاد فرج اللي كيساعدوا على الهضره المدرسي. النقل المدرسي 5 كيلومتر باش بعيد من هنايا، خاصنا نوضوا مع الفجر وندوا وليداتنا حتى النقل المدرسي، واكثريه البنات خرجوا. وكنطلبوا من رئيس الجماعه الله يجازيه بخير باش يراقب هاد الطريق ويكملها، والناس ما عند اي مواطن ما عندوش حق يحبس الطريق، لا انا ولا اي واحد اخر، لان هذه مصلحه عامه ما يمكنش غادي يوقفها شي واحد. والسلطه ما كتحركش ابدا، لا قائد ولا تفرج ولا حتى
اضعف الايمان المقدمين ما كيجوش باش يحبسوا هادشي، وكنطلبوا منهم. وكتلاحظوا بان غتشوفوا السيد جيب ولده دابا من المدرسه اللي هي كتبعد 4 كيلومتر ولا 5 دابا. يعني مشاهده قناه شوف تي في كيف ما كنشوفوا في اطار فك العزله على العالم القروي، كيف ما كنشوفوا الطرقات يعني كيعانيوا منها هاد الساكنه ولا هاد الدوار ولا مجموعه من الدواوير اللي مبرمجين لهم هاد المشروع ديال الطرقات. حنا معنا واحد من اباء اللي جاب الطفل ديالو من المدرسه، حنا غادي نسولوه. السلام عليكم. سلام. لاباس عليك؟ بخير. بغينا غير نسولوك واش الترونسبور كيوصل عندكم هنايا؟ لا ما كيوصلش. علاش؟ على حساب الطريق. مال الطريق؟ الطريق محبوسه. يعني الطريق مكرفسه. مكرفسه. الدوار يعني الدوار ما كيجوصلش ليه النقل من راسك. لا. وكيفاش كدير؟ كيفاش كتعاني وانت دابا لقيناك انك جايب ولدك ضارب واحد 5 كيلومتر ديال الطريق باش تمشي تجيب ولدك، يعني كديه وكتجيبه يعني؟ ايوا واش غندير؟ حابسين الطريق راه حنا كن يعني ضاربين تماما. مع الوقت وصافي. وشنو رسالتك للمسؤولين؟ وغنقول لهم انت ما كتشوف. خاص النقل وخاص الطريق تصوم. ايوا صافي هادشي اللي كاين. يعني كيف ما كنشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، هو اب ديال ولده الصغير اللي جايبو من المدرسه اللي ضرب عليه واحد 5 كيلومتر ديال الطريق، 5 كيلومتر ديال الطريق الي و5 كيلومتر ديال الطريق رجول، يعني 10 كيلومتر اللي كيضرب في النهار، يعني ولده كيقرا. يعني وما فكرتيش انك تخرج ولدك من المدرسه؟ ولا ما فكرتش يعني نبقاو نضاربو مع تي ديال الله ما داير. صافي. يعني مشاهده قناه شوف تي في كيف ما كنشوفوا يعني الطريق هاي مصيبه كيقول لك، ولو انها 3 سنتيمتر اللي مديره ديال البياضه، يعني القوادس ما مزيانينش على حسب التصريحات ديالهم. يعني المسافه القانونيه ديال الطريق اللي 6 متر انها ما كافياش، ما كايناش الا عبروها بالمتر ما كافياش. يعني مجموعه من المشاكل اللي كتخبط فيها هذه الساكنه هذه. كذلك معنا واحد من الساكنه اللي غادي يزيد يشرح لنا ويقربنا من هذا المشكل هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو المشكل اللي واقع؟ المشكل اخويا اللي واقع هو ان الطريق راه كتشوفها محبوسه، تحبست من هنا وتحبست من الفوق، يعني بقات هذه المسافه اللي بقات هنا ما كافياش الا بغيتي تسلك لابيلونس ولا دير الحليب الثلاجه او شي حاجه محبوسين. زين ذلك الطريق اللي ما كاينش الخدمه اللي كاينه راه ماشي هي ديك المسافه ديال العرض راه ناقصه حكيت لها مترو. الا تلاقينا غير الطوموبيلات خاص واحد يوقف واحد يدوز. شحال من مره لا تلاقينا غير بالليل قطروا الدار والمرايات. المشكل ديال الطريق راه ماشي في العماره هي هذيك، هذوك القوادس اللي داروا ماشي قادوس ولا دودان، يعني تمشى القادوس تطلع الفوق تهود، وداك الشيء ديال التربه ماشي هي اللي كانت في الاول وداروها في الاخر، يعني بيرتو يضرب الدلو وما كيتعمدوش. هذاك الشاف اللي كان خدام مع كاع مع المقاوله كيجي عاد موتوسيبي، احنا سمعناه بودنا وشنا بعيننا، كيقول لي سرح لي التراب ودوز الخدمه، سرح لي التراب، كيقول لي التراب راه داك الشيء اللي عطاونا قل منه وراه فتناه، كيقول لي سرح لي التراب ودوز الخدمه بحال هذا هو اللي كاين. وفي كل بلاصه ما يعني الطريق راه تصايبت قل من ثلاث شهور ما بقاش كدوز فيها الحفر كاميرا، ما تسقات ما تدكت ما والو، يعني ذاك الخدمه اللي كانت معطيه ما كايناش. وهذا الشيء كامل حنا شحال من عام حنا كنسيرو في الطريق، جيه طريق ما تعطى في 2019 وما تخدمش، حتى 2020 ما تخدمش، ومن جهه دابا خدمه حنا خدمت وسالات، يعني في واحد الوقت ما كاين حتى حاجه، بحال ما استفدنا والو. هذا الشيء راه عيب وعار. هنا كنطالبوا الطريق ديال الجامعه هي محبوسه هنا، هي ما طلعتش. كتشوف فيها الجامع راه كاين، بغات ودينا مره مع لقاو مشكل، كل بزاف د الحوايج راه كتشوف فيهم. وحنا بغينا يعني كنطالبوا بالحقوق ديال الشيء اللي انا داك الشيء ما قلتش حزيدوه، داك الشيء اللي كاين في القانون يدار. كنطالبوا من الناس المسؤولين، من الرئيس الجماعه، من القائد ديال الولاد فراج، الناس المسؤولين ديال كل شيء يوقفوا معنا ويعطونا حقنا في هذا الشيء. احنا ما طلعنا وطلعنا غير الطريق، يكون داك الشيء على ما يرام. السلام عليكم. واخا تبارك الله عليك. اذا المشاهده قناه شوف تي في، الا شفتوا حتى الاحذيه لا ديال الوليه الصغيور اللي ضارب 5 كيلومتر ديال الطريق كيف ما كنشوفوا، 5 كيلومتر ديال الطريق ذهابا و5 كيلومتر ديال الطريق ايابا، يعني 10 كيلومتر اللي كيمشي الي وروتور. فمشاهده قناه شوف تي في ما غاديش نطولوا عليكم، غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعايه الله، والى اللقاء. السلام عليكم.